السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو عن مواصفات هونداي سنتافي وهونداي توكسان اللي شفتهن معرض بغداد الدولي. اول شيء بصراحة اذا تريد تشتري سيارة خليجية لازم تشتريهم فولة. ليش تشتريهم فولة؟ حتى تجيك بيها كل المواصفات الامان، مثل ايرباكات فول، يعني 8 ايرباكات بها، اي بي اس بها، هو اللي اهم بصراحة، انا اشوفه اهم من الايرباك هو الاي بي اس، يعني مانع الانزلاق. تصير دقمة هنا، هسه راح اشوفكم اياها او راح تطلع هنا دقمة تسوي مانع انزلاق، يعني هاي تطفي تراكشن كنترول وتشغل تراكشن كنترول. فبصراحة اذا تصعد وتشوف السيارة ما بها مانع انزلاق، يعني هاي السيارة ما بها وسائل امان، وما انصحك تشتريها. ليش هيك دا يسوون المصنعين او الوكلاء يجيبون هيك سيارات؟ لان تصير اقل كلفة، يعني تصير رخيصة. فانت لا كل شيء، يعني سلامتك وامانك وامان اطفالك واهلك تحسبه على مود ايش كم فلس. انت اهم شيء شوف وسائل الامان، وبعدين وسائل الترفيه، وبعدين اخذ مواصفات. بصراحة انا ما اشتري سيارة اذا مو فول، يعني اذا مو مفولة ما اشتريها. ليش؟ احب السيارة بها مواصفات على مود استمتع بها اكثر. خلينا نشوف الفيديو وشلون سيارة ما بها مواصفات بعدين. هاي الهونداي توكسان من الداخل، طبعا بها بصمة، بها شاشة كبيرة، بس للأسف مواصفات ما بها، يعني مواصفات أمان. هذا تحكم بالراديو والمسجل كل هاي، هنا مثبت سرعة ماكو، مجرد تتحكم بالقوائم منه. هنا راح ننتبه نشوف ماكو مانع انزلاق. هاي السيارة اللي هي أنا أسميها فارغة للأخير. فأنت إذا تحب تشتري سيارة انتبه، أهم شي مانع انزلاق. هي هاي التوكسان 2019. هونداي سنتافي من الداخل، طبعا شاشة كبيرة، مكان تخزين، شحن وايرلس يو اس بي او اكس، شحن ثاني بالواير. هذا العدادات مو اجت نفس العدادات اللي سووا عليها اعلان تصير شاشة دائرة كبيرة بالنص. هنا أنا تراكشن كنترول اللي هو ما موجود بالتوكسان، دفع رباعي، فتح الزر الصندوق. هنا التحكم بالجام او النوافذ مو اوتو، تحكم عادي، سيارة بانوراما. هذا الشكل الجديد والوجه الجديد للسيارة. طبعا هاي السيارة فول اوبشن، فيجي بها اي بي اس مانع اللي هو مانع الانزلاق، وطبعا 8 ايرباك تجي. هاي هنا الكتالوج والهذين مالاتها، ناقل حركة 8 سرعات، والمحرك مالتها 3500. هاي هنا التحكم بالسيارة، 4 كاميرات على اساس بها، وسايد بريك بصمة، واوتو هولد. بس هنا من جيت اريد اشوف الكاميرات الجانبية، ما مبينها، يعني ما مبين اكو كاميرا، بس المكان القاعدة مال الكاميرا. والكاميرا الامامية ايضا هم دورت عليها لما مليت ما لقيتها. خلينا نشوف الصندوق مال السيارة، او بالاحرى خلينا نشوف محرك السيارة. نفتح البنيد ونشوف المحرك، بيتغير لو نفس المحرك، هو الشكل نفس الشكل بس الحجم 3500. هذا الاي بي اس مال السيارة، نتأكد ما عنده 100% موجود. طبعا سيارة جديدة، وكالة، وكالة طبعا خليجي، مواصفات خليجي. هذا السيارة دائما تريد تسد البنيت، تخلي مسافة وهدأ على مود ما تصير رصعة بيه اذا تريد تدفعه.
هذا صندوق السيارة أو الجنطة، بيها باردة، بيها جيك، بيها ذني مال سحب بواري، ذني يصيرن فتحات معينات بالسيارة ينشدن على مدة السيارة، طمست أو فتشي تقدر تسحبها من هذا المكان. اخوان شفنا الفيديوهات وان شاء الله عجبتكم، واللي هسه ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة، واللي ما انطع جاب للفيديو ينطع جاب للفيديو. انت ما لو وصلت لهاي النقطة مال الفيديو يعني انت يهمك الحكي مالتي. بصراحة اريد احكي بموضوع صغير حيل. اني كنت بجروب سورنتو العراقي، جروب سورنتو اكثر من جروب، طبعا هسه تكتب على الفيسبوك جروب سورنتو العراقي راح يطلع لك اكثر من جروب بالفيسبوك. الجروبات كلهن اني كنت بيهن، بس واحد من الجروبات بجماعة اهل بغداد، يعني شباب من اهل بغداد بهذا الجروب. ف ايش سووا؟ اكو ولد ادمن يشوف الفيديوهات مالاتي يروح هو يصورهن وينزلهن، يعني صور فيديو يمكن او فيديوين بصراحة على مود لا اتهم الولد، ونشرهن على اساس هو يعني صاحب هاي الفكره وهو يعرفه ما بيها شيء، يعني اي واحد يقدر يصورها ويعني ويسويها إله، يعني يحسبها إله ويوضحها للناس. بالعكس شفت التعليقات واكثر الناس قالوا له عاش تيدك. انا كل اللي سويته نشرت الرابط مال الفيديو اللي انا مسويه بالتعليقات مال الجروب مالته، يعني من نشر الفيديو هو بالتعليقات نشرت الرابط اللي انا مسويه، يعني الرابط الاصلي. فانزعج هو وأقل شي سوى حضرني من الجروب. هو الجروب مالتهم بي 37 ألف، أنا موجود بجروب بي 110 ألف، جروب سورنتو العراقي هذا اللي أنا بي 110 ألف. يعني بصراحة أنا ما يعني ما أريد يرجعني الجروب، أنا مو بحاجة الجروب. أنا كنت بصراحة دائما من أشوف واحد محتاج فت شغلة اوضح له اياه، او اشوف جماعه يسالون على شغلات بالفيسبوك انشر رابط الفيديو اللي انا مسوي توضيحي عن هذا الموضوع حتى الكل يستفاد. هو الفيسبوك اصلا حتى اذا هو مثلا اقول اني اسرق مشاهدينه او من هيك شيء وسوى هذا الخيار، لان هو الفيسبوك حتى ما بيه فلوس، يعني ليش ايش سوى ما اعرف. على كل ان شاء الله عجبتكم الفيديوهات، اخوكم حسن المسيباوي.